اختبارات ذكاء، ذكاء بس وقدرات هو عقلية. ذكي في كل حاجة، ما يعني احنا فاضل، بيقول مثلا يمسك الموبايل يعرف فيه كل حاجة، ما انا هوصل، يمسك مثلا أي حاجة أو يعملها كله بيعرف يحلها، اشمعنى هيجي عند الورقة والقلم والمذاكرة ومش عارف يعملها؟ هوصل لحضرتك النقطة اللي أنت عايزاها، بس أنا بتكلم معاك الخطوات بحيث إن احنا نغطي أكبر قدر من الأسر المصرية اللي عندهم مشكلات. تمام. ممكن المدرس حضرتك، ممكن المدرس نفسه يكون بيعامله معاملة مش حلوة. أنا جايلك بقى في الكلام يا فندم. ما ديت كلها الخطوات اللي هتوصلنا اللي حضرتك عايزينه. تمام يا فندم. لقيت عنده نقص في الذكاء والقدرات العقليه، بوجهه الى مراكز متخصصه تقدر تعالج الموضوع ده. على فكره في اختبارات الذكاء يا فندم، اختبارات كبيره جدا وعظيمه جدا في علم النفس، يمكن من خلالها ان انا اخلي الطفل يجاوب على اكثر من اختبار، اختبار طبعا اشكال ومكعبات وحاجات زي كده، واعرف بالظبط ايه القدره العقليه اللي عنده نقص فيها وابدا اعالجه فيها. تمام. طيب لقيته كويس من ناحيه الذكاء زي ما حضرتك تفضلت وقلت، لقيت الطفل بتاعي شاطر في كل وجي في ماده معينه زي الرياضه او الحساب وصعب جدا فيها رغم ان هو ذكي. أيوه. طب ايه هنا بيبقى هنا يا فندم؟ في حاجه اسمها صعوبات تعلم. صعوبات التعلم دي يا فندم يمكن تكون ناتجه عن المعلم واستخدامه اساليب غير تربويه في التعامل مع الطفل. عشان كده احنا بننادي كتربويين دايما اللي احنا في المراحل الاولى من التعليم التاسيسيه لازم يكون المعلم مؤهل. مؤهل مؤهل، ويبقى اختياره دقيق جدا لدرجه ان في بعض الدول الاوروبيه زي انجلترا بيبقى معلم مرحله ابتدائيه بيبقى معاه مؤهل ماجستير على الاقل. تمام. يبقى ممكن يحصل له صعوبات تعلم. تمام. فرضنا ان الطفل ما شاء الله كويس جدا وما عندوش اي مشكله وما بيذاكرش، نيجي هنا في حاجتين. الحاجة الأولى يا فندم، الطفل هنا لازم يتعاقب. بس العقاب ما يكونش بشكل بدني. تمام. غير ضرب يعني. غير أقوى وسيلة للعقاب أثبتتها الدراسات الحديثة في علم النفس هي حرمان الطفل من حاجة بيحبها. صحيح. تمام. بس لما الطفل يكون مستواه العقلي عالي. تمام. تاني حاجة يا فندم أعمل مع إيه؟ اللي أنا أبعد عنه أي مشتتات. يعني الطفل مغرم بالموبايل. طبعا الاطفال دلوقتي من سن سنتين وثلاثه بيمسكوا موبايلات. تمام. ابعد عنه المشتتات ديت، لو في تلفزيون اقفله، لو في موبايل اشيله. بس في نقطه هنا مهمه، ما ينفعش انا كأم او كأب اقول له شيل يا ابني الموبايل وانا ماسك الموبايل. طبعا في هنا موديلنج، النمذجه. النمذجه اللي انا اديله نموذج اللي انا مش ماسك الموبايل وانت برضه ما تمسكش الموبايل. تمام. طيب طبعا في عوامل فرعيه زي قله النوم. تمام. ما قله النوم بتيجي بسبب الاكل الحلويات والكلام ده كله، فبالتالي بحاول احافظ على مواعيد نوم. طب لو ابني عنده قدراته العقليه محدوده شويه وانا عارف كأب، هنا يا فندم استخدام العقاب هيؤدي الى نتائج سلبيه طبعًا. خطيره على الطفل.